في آخر أسئلته يقول: ما الفرق بين السحر والكرامة والمعجزة؟ الفرق بين السحر والكرامة والمعجزة أن السحر من عمل الشيطان، وأما الكرامة والمعجزة، الكرامة للولي والمعجزة للنبي، فهذه من فعل الله سبحانه وتعالى، وهي لا تجري إلا على يد عبد صالح مستقيم على طاعة الله عز وجل. وأما ما يجري على يد فاسق أو كافر، فإن هذا من باب الأعمال الشيطانية، وهو من باب الاستدراج والعياذ بالله. نعم.